أهلا بكم من جديد إلى الأصيل. نرحب بكل الأحباب الأصدقاء الذين انضموا الآن لمتابعة شاشة قناة الشروق الفضائية وإلى الأصيل. أعود للترحيب بضيفتي داخل الاستوديو دكتور مناهل خلف الله عبد العظيم، رئيس قسم الاجتماع بجامعة النيلين. مرحب بك من جديد، والحديث عن المخدرات وانتشارها في المجتمع. أبدأ معك دكتورة مناهل بأسباب انتشار المخدرات في الفترة الأخيرة. مرحب بك نزار، ومرحب بأسرة قناة الشروق. طبعاً كلنا نعلم المجتمع بصورة عامة بصورة كبيرة انتشار المخدرات أو المخدرات في حد ذاتها خصومة حديثة موجودة في المجتمع. ظاهرة في المجتمع من فترات كبيرة، من فترات قديمة في المجتمعات، ولكن ما يقلق المجتمع في الفترة الأخيرة والآونة الأخيرة انتشار نوعيات محددة من المخدرات أو أشكال محددة من المخدرات قد تكون أكثر بكثرة في المجتمع. الناس الموجودين في المجتمع زي كمثال، يعني مثلا لو أخذنا مثال المتداول الآن الآيس أو ما يسميه بالموتيلا الشيطان، كل المسميات اللي هي واردة الآن أصبحت المسميات المخيفة والإشارة المخيفة، ما يكتب عنها أصبح مخيف ومخيف بالنسبة للمجتمع بصورة عامة وبالنسبة للأسر بصورة خاصة. يعني الحاجة اللي بنسمعها كلنا، إحنا كلنا أسر وكلنا عندنا أطفال وأولاد في البيوت وكده، فبنسمع إن الحاجة دي إدمان من أول مرة، الحاجة دي ممكن تكون تؤدي للوفاة بصورة سريعة. غير سابقات من الحاجات الثانية ممكن يكون فيها نوعية من الإدمان، فأصبح هنا الهلع المجتمعي حصل للمجتمع من نوعية وشكلية الانتشار الحاصل من نوع ده من المخدرات، خلق هلع مجتمعي بالنسبة للأسر بالنسبة للمجتمع بصورة عامة. الآن إحنا بنسمع إن الحاجات دي منتشرة بصورة كبيرة في أوساط الشباب، أوساط المراهقين، يعني وصلنا لمرحلة نقول في أوساط الأطفال، الأطفال ممكن يكون في أوساطهم الآن تداول، فأصبحت في خوف، في هلع مجتمعي. هل الهلع ده هو كان بصورة سليمة وبصورة صحية، ولا هو خلق بس من أجل خلق الخوف المجتمعي من الانتشار أو نية الانتشار الحاصلة؟ هنا نحن بيظهر دورنا كأخصائيين اجتماعيين، ناس اجتماع في المجتمع، نوعي ما صاح في انتشار وفي حاجة بتخاف منها، ولكن كيفية التوعية هي المهمة. يعني الإعلام ذاته عنده دور، لازم يكون دور واضح ودور هادي في إن أنا لما أوعي بالصورة الصحيحة والسليمة، لأن أكل أغلب الحاجات اللي إحنا بناخدها وبنتداولها أصبحت من الحاجات الغير رسمية غير الواضحة بالنسبة لنا. مثلا واحدة من الحاجات السوشيال ميديا، نحن الآن كل ما نفتح السوشيال ميديا بنلقى صور، بنلقى إعلام، أنا بخاف، جالس بخاف، بخاف، ممكن بعد شوية بحصل المجتمع أنا بغلق بعد عليه وبقعد جوتين خلاص، أنا خايف حتى المدارس، خايف من الهلع ده. يعني إحنا نشوف هل هو ذاته الخوف من المخدرات هيكون، يعني هل هو دليل عافي على وعي المجتمع، ولا هو ممكن يكون وبال على المجتمع؟ لكن سنتواصل في هذا الحديث ونواصل مع دكتورة مناهل خلف الله الحديث عن المخدرات وانتشاره وسبل التوعية منها بعد هذا الفاصل. أهلا بكم، نعتذر عن هذا الخطأ التقني البسيط. عدنا للتواصل برفقتكم في ظلال الأصيل والحديث عن المخدرات. ضيفتي داخل الاستوديو دكتور مناهل خلف الله عبد العظيم، رئيس قسم الاجتماع بجامعة النيلين. مرحبا بك دكتورة. كنا افتتحنا بالحديث عن الأسباب، الآن نتحدث عن طرق الانتشار. شنو الطرق الأكثر انتشارا للمخدرات؟ عشان لو عرفنا طرق الانتشار ممكن نحارب هذه الطرق وبالتالي نقلل من انتشارها. طبعا طرق الانتشار هي بتكون كثيره وفي المجتمع بصوره كبيره، الاستهداف ذاته لفئات معينه زي فئات الشباب، طلاب الجامعات، طلاب المدارس، هم ذاتهم بيكونوا الاكثر عرضه للانتشار. لو مسكنا طريقه الانتشار ذات المخدرات دخلت كيف ودخلت بياتو طريقه للمجتمع، دي طبعا بتكون لاسباب كثيره، اللي هي عدم الرقابه
بصورة عامة من المجتمع المدني، من الدولة، من كذا. فهي في النهاية نحن الآن في محور العلاج، عايزين نعالج. هاي المخدرات انتشرت وظهرت في المجتمع، نحن الآن بصدد عايزين نعالج، نحارب حتى وجوده لو كان في المجتمع. عايزين نقلل من هذا الوجود في المجتمع، نقلل من تأثيره أو تداوله بين فئات مجتمعية محددة، خاصة الشباب، وخاصة الفئات العمرية الأقل من عمر الشباب في المدارس مثلا. لازم الرقابة تكون قوية جدا، المراقبة تصبح بصورة أكبر. معلش المقاطعة، لكن هنا لابد من وقفة. الرقابة دي ذاتها فيها قصة، يعني أنتم كمسؤولين مجتمعيين المفروض تحددوا للأسرة شكل الرقابة الممكن تفرض على الطفل، لأنه إذا شددت الرقابة ممكن الموضوع ينقلب إلى عكس ويحصل تمرد بالنسبة لأفراد الأسرة. فالرقابة ذات عندها درجات وعندها أنواع، وفي فئات محددة هي بتقوم بالرقابة. ممكن نمسك على المستوى الأكبر، الرقابة للدولة اللي هي مراقبة الحدود للدولة، الدخول، العمليات اللي بتتم بها عمليات الدخول. دي أول حاجة، الصورة الكبيرة بالنسبة للانتشار أو كيفية الانتشار. بعد ذلك بيجي العبء على المجتمع. المجتمع لازم يراقب نفسه بنفسه من قبل الأشخاص المسؤولين الموجودين في المجتمع، الكوادر المسؤولة زي الأخصائيين الاجتماعيين، الأخصائيين النفسيين، الكوادر الطبية. الآن يعني نحن نسمع عن أرقام خرافية وأرقام كبيرة جدا في العملية الطبية، ناس مدمنين، ناس بيحاولوا يتعالجوا. فهنا من دور مثلا الكوادر الطبية إن هي تبلغ عن الأرقام الكبيرة اللي هي بتلاقيها. بنجي نمسك على الجانب المجتمعي، الأخصائيين الاجتماعيين لازم يكونوا موجودين بصورة كبيرة في نطاق أوسع، وعملهم يكون بصورة أكبر على مستوى الجامعات، مستوى المدارس، وحتى التوعية تكون على مستوى ممكن رياض الأطفال حتى، لأن التوعية لازم تكون بصورة تنشئة بعد ده. لأن الظاهرة أو المخدرات أصبحت ظاهرة بالنسبة للمجتمع. نحن حنجي بعدين لموضوع التوعية، لكن سؤالك ده قادني لسؤال مهم جداً، وهو يجب أن الأسر تركز في إجابتك كويس، وهو مسألة الفئات الأكثر انتشارا وتأثيرا بالمخدرات. بالضبط كده. يعني إحنا زمان بنسمع أن الأكثر تداولا للمخدرات هي فئات الذكور أو الأولاد ممكن نقول، لكن الآن بقينا نسمع أن في فئات إناث أو بنات بتناولوا تلك المخدرات أو النوعية دي من المخدرات. إيش معنى المخدرات دي الأكثر تداولا؟ السن ذاته يا دكتورة، العمر ممكن يكون، قد يكون العمر، قد يكون الانفتاح من الحاصل بصورة كبيرة، قد يكون عدم الرقابة، قد يكون سهولة انتشار هذا النوع من المخدر بالتحديد، أو سهولة تداوله أو تعاطيه بالنسبة لفئات محددة. نحن كأخصائيين أو كناس علماء اجتماع بنحدد بصورة كبيرة دور الأسرة ودور المجتمع. المجتمع عنده دور. زمان المجتمع كان بحارب معاك الظواهر، لكن الآن نسبة الانفتاح الحاصل والحاجة الحاصلة بقت كل زي ما نقول أسرة هي مغلقة على نفسها، عايزة تحارب بصورة شخصية، ويمكن ده خلى الحاجات دي تنتشر. طيب دكتورة، برضو يعني نمط الحياة كيف ممكن يؤثر على انتشار المخدرات ويبعد الأسرة عن رقابة أبنائها وما تحس بأبنائها؟ يعني نمط الحياة المتسارع الآن أصبح كده. يعني الناس بتكلموا مثلا عن صينية الغداء اللي كانت بتلم الأسرة، رب البيت، الأم، الأب مع أولادهم، بيبدوا يلاحظوا سلوكياتهم. الجمعة اللي كان بتلم الأسرة الكبيرة كلهم في مكان واحد، والجد والحبوبة يلاحظوا أولاد فلان وبنات فلانة، نمط الحياة الآن يتغير. فكيف ممكن نمط الحياة العام يؤثر في مسألة القابة اللي حصل بين الأسرة وبين أبنائها؟ بالضبط كده. كلامك أبو قدني له حاجة مهمة جدا، إن الآن الحاجة دي أصبحت قد تكون شبه معدومة. يعني حتى لو بقى في البيت الحبوبة اللي بلم الناس بتقعد فيه، أنا ليلة كأم مثلا ممكن أكون ما قدرت أراقب أشوف بتشوف لي أمي، بتجي تقول لي حاصل كده كده كده، مثلا راغبة ولدك ده بزيادة، راغبة بنتك دي فيها تصرفات كده، في ممكن قد يكون الانفتاح ده ذاته أدى لرفض من الأسر مثلا، أو مثلا الخالة تقول له والله ما تعمل كده، والله ما تعمل كده، بتجي هنا شنو، لا أنا ما بسمع كلام كده، أنا بس بسمع كلام أمي وأبوي، أنا كده أنا كذا. فبقت المسألة هنا بتاع شنو، ندية أكثر من إني المجتمع يساعدك في العملية دي. فإن إحنا كنا بنفتكر إن الحاجة دي لا، أنا أولادي مثلا بربيهم بطريقتي، بربيهم بأسلوبي، الحاجة دي ممكن قد تكون أدت للزيادة وللانتشار، ضعف الرقابة. وأنا ممكن أكون أم مثلا صغيرة في السن، أم لسه ما عندي تجارب كبيرة، فالفكرة دي ممكن تساعدني أو تساعد الأسرة، أنا الأسرة تساعدني في إني أنا لا، أمي ممكن تراقب لي، تشوف لي، تعرف الحاصل شنو أكثر مني، توعيني. أنا ذاته الأم محتاجة لتوعية، والأب ذاته محتاج لتوعية في تلك الجوانب. فالحاجات اللي انعدمت والتواصل اللي انعدم بين الأسر
ممكن قد يكون سبب رئيسي في انتشار تلك النوعيات. الليلة بتلقى الأب في حتة، الأم في حتة، الأب مشغول، الأم برضو في الشغل، الأولاد أي حتى الطفل الصغير بتلقاه عنده تاب، بتلقاه عنده تلفون، بيشاهد، بيشوف، بيعرف، بتواصل مع أفراد تانين، مع ناس مجتمعات مختلفة، وأنت ما يكون عندك أي إحساس أي خلاص أولادي دي قاعدين في البيت، قاعدين في البيت، لكن جوا البيت اللي بيحصل شنو، اللي بيصلوا من أفكار هي شنو ما معروف. جميل، ده بيقودنا لمسألة الرفقاء والأصدقاء وتأثيرهم على البقية. إذا في شخص واحد متعاطي للمخدرات كيف يمكن يؤثر على بقية المجموعة كلها، حتى وإن كانت يعني عندهم نوع من التماسك في التربية، تربيتهم جيدة، كيف ممكن على المدى البعيد يؤثر فيهم؟ بالمقابل كيف ممكن الأسرة تحاول تراقب تصرفات أبنائها من خلال استخدام لمواقع التواصل الاجتماعي؟ يمكن يكون ولدك ما بيطلع من البيت لكن عنده جروبات بتاعت واتساب، مجموعات بتاعت فيسبوك بتلموا بين الناس التانية، فممكن يؤثروا عليه. إذا كان طلع يوم واحد فممكن يصبح متعاطي من خلال الرفقة والزمالة. فدي أيضا مجموعة مهمة جدا مفروض نتكلم عن دور السلبي والإيجابي. بالضبط كده، الان انت بتكون قاعد ما خلاص مطمئن تماما ان انا ولدي اللي قاعد في البيت او بنتي قاعده في البيت، لكن ما عارف شكليه التواصل الحاصله بيناتهم كيف، بالسوشيال ميديا اللي هم بيستخدموها، بالجروبات بتاعت الفيس، الجروبات بتاعت الواتس. يعني ممكن طلعه واحده قد تؤدي بحياه الابن او الابنه. ليه؟ لانه انت اصلا ما ملم، انت بتتونس مع منو، بتتكلم مع منو، اصحابك منو. يعني نحن بنفتكر ان خلاص زي الاصحاب اللي انا بعرفهم، والله طالع مع اصحابي، طالع مع انا طالعه مع صاحباتي. لازم يكون في رقابة أسرية، والرقابة الأسرية أصبحت أكثر من أول. ليه؟ لأن أنت ما عارف الفئات اللي بتعاملوا فيها مين، وبتعاملوا كيف، وبتعاملوا بيئته شكلية. ليه؟ لأن الانفتاح أصبح عالمي، الانفتاح أصبح مع الأفراد كلهم، المستويات الجيدة والغير جيدة في المجتمع. يعني أنا بنقول ممكن قد يكون زمان بنقول ضعف الوازع الديني أو ضعف الرقابة أو نوع أسر معينة مفككة هي الأبناء بتاعته. لا، الحالة الآن في المجتمع أصبحت على كل أفراد المجتمع. ليه؟ لأنه دخل علينا عنصر جديد وعنصر دخيل بتداوله كل الناس في المجتمع، اللي هي الانفتاحية والعولمة الحاصلة دي. كل الفئات في المجتمع حصلها نوع من العولمة، فبالتالي هي عندها سلاح ذو حدين، نحن ممكن نسميها عندها إيجابيات وعندها سلبيات. فدور الأسرة ودور المجتمع ودور المجتمع المدني في الحتة دي إن نحن نقدر نكيف، نعمل نوع من التكيف للحاجة اللي أنا مستخدمة. فأنا كده كده زي ما بقول ولدتي شايل الموبايل، وكده كده حيكون التاب في يده، فأنا كيف أخليه يشوف حاجات هادفة، يشوف حاجات مفيدة، يشوف حاجات يبعد هو من نفسه، أخلق عنده المسؤولية، أخلق عنده الرقابة الذاتية إنه يبعد الحاجة دي أول ما يشوفها، أول ما يكون لها نوع من الانتشار يقول لي والله يومين شفت كده وكذا وكذا. ده بيبقى دور الأسرة ودور المجتمع. طيب احنا بعدين حنجي عشان نفصل دور الأسرة ودور المجتمع ودور مؤسسات الدولة، لكن يا دكتورة الحديث عن المخدرات في الفترة الأخيرة وزيادة انتشار الحديث في مواقع التواصل الاجتماعي، والناس اللي بيشوفونه هسه في التلفزيون ممكن يكون لقاوا بوست قبل شوية فيسبوك أو مكالمة أو كده، هل ده زيادة وعي من المجتمع ولا هل هو هلع اتسببت فيه مواقع التواصل الاجتماعي وسبب فيه الإعلام والإعلام البديل؟ الحاجة أنت بتقولها دي حاجة فعلا حقيقة وحصلت. قبل ما أجي عليك الليلة في اللايف، لا وأنا بقلب في الفيس في بوست نازل ومتداول بصورة كبيرة، اللي هو مثلا في نوع من الحلويات المعينة وكذا بيكون فيها الآيس منتشر بصورة كبيرة وكذا. فبنتي صغيرة جابت لي قالت لي ماما تعالي ما نشتري مصاصة فيها آيس. فأنا وقفت هنا في الحتة دي، هل هي ده هتخلق توعية ولا هتخلق هلع مجتمعي؟ دي الحتة هنا اللي بتبقى زي ما نقوله هي شعرة بينات من نوعية التوعية وكيفية التوعية واستخدامها كيف بصورة طبيعية للمجتمع، ولا دي حتخلق هلع بالنسبة للمجتمع. والمجتمع أول ما يحصل له النوع الهلع ده أو الهلع المجتمعي بيصبح مجتمع متفكك، مجتمع قابل أو آهل للسقوط، ممكن من خلاله تدخل كل يعني تحصل له كل المشكلات. فلازم المجتمع يصبح متماسك واعي، ولكن متماسك بصورة صحيحة، عارف الحاجات دي أو أسبابها بتدور كيف، بتدور ليه، بتحصل بياته كيفية. يعني قد يكون الحاجات دي هي نوع من أنواع الماركتينج، التسويق لشركات معينة والتقليل من شركات معينة. احنا برضو ما عارفين الحاجة دي لأنك انت بس بتلقاها قدامك، ما عارف الخلفيات بتاعتها شنو، وهل فعلا الحاجة دي هي أصبحت متداولة بالكمية الكبيرة دي زي ما احنا بنسمع بها ولا لا. هنا بتبقى شنو دور
الإعلام بيظهر هنا بصورة كبيرة. طيب هل 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 يعني احنا ما زلنا ما قادرين نحدد هذا الحديث والانتشار الواسع عن المخدرات والانتشار الواسع للحديث عنه، لسه ما قادرين نفرز انه دي توعية ولا هلع، ولا نحن وصلنا فعلا لانه قادرين نحدد لكن ما قادرين نتخذ الفعل أو رد الفعل تجاه الأمر؟ ما هي الحالة أنت لما تلقاها ظاهرة لك في المجتمع بصورة كبيرة والتداول، يعني أنت لما تلقى البوست خش كده التعليقات حتلقى شنو في التعليقات، دي أكثر الحاجات الآن بقت متداولة بالنسبة لنا. في ناس بيقول لك لا والله الحاجة دي ما في، في ناس بيقول لك الحاجة دي موجودة حافظوا على أولادكم منها. ممكن تلقى واحد بيكتب بوست أو ما تودوا أولادكم المدارس، المدارس بقى فيها آيس، بقى فيها مخدرات. طيب هنا هيخلق شنو؟ هيخلق نوع من الهلع لبعض الأسر قد تكون هي ما عندها نوع كبير من التوعية، فتقول لا خلاص أنا أولادي أو بناتي ما يمشوا المدرسة. فهنا ده اللي بنتكلم عنه، إن حصل بالفعل حصل الهلع المجتمعي، الخوف، الخوف من المجتمع اللي حولك، الخوف من سيد الدكان، الخوف من حتى سيد الدرداق الماشي في الشارع ده أنا حخاف منه، الخوف من الرفاق، الخوف من الجيران، الخوف ده كده بعد ده حنخلق مجتمع مفكك. لا، الصح انه يكون في توعيه واستخدام للتوعيه بصوره رسميه، بصوره هادفه، بصوره جيده في المجتمع. يعني انا لما اعرف فعلا ان في حاجات معينه ممكن تكون المخدر ده موجود جواها، فهنا دور الاسره، دور المجتمع، دور الاعلام في انه اي فعلا نظهر ويوضح الحاجه دي بصوره دعائيه، اعلانيه، توعويه، إرشادية، في الجامعات، في المدارس، في كذا، بحيث أنها تصبح بصورة رسمية للفئات الموجودة في المجتمع. طيب دكتورة، برضو أنت تحدثت عن التوعية، فلا بد من وقفة حول التوعية، ونتحدث عن التوعية على مراحل تبدأ من مؤسسات الدولة ثم المؤسسات الإعلامية ثم التوعية على مستوى المؤسسات التعليمية. ذكر لي قبل شوية زميلنا المخرج مهدي نوري بأنه ابنه صغير في المدرسة، ناس المدرسة وعوه بأنه يا أخي ما يقبل مثلا حلاوه من زول ما بيعرفه، واعتقد ده برضه دور كبير للمؤسسات التعليم. اتكلم برضه عن دور الاسره في كيف ممكن توعي اولاد الصغار بانه تشتري من منو وما تشتري من منو، حاجه لو ادوك لها مجان تتعامل معاها كيف. صح. والحاجه دي مش فقط على مستوى المخدرات، حتى على مستوى بقيه السلوكيات اللي ممكن تحصل للاطفال الكثير اللي كلنا عارفينها. ف نتكلم على التوعية بالتدريج، نبدأها من مؤسسات الدولة مرورا بالمؤسسات التعليمية والمؤسسات الإعلامية حتى المسؤولية الفردية تجاه كل فرد في المجتمع، على أسرته، محيطه الضيق، وعلى المجتمع ككل. بالضبط كده، لو مسكنا فكرة التوعية الليلة نحن أي ظاهرة بتلاقينا ما بنبدأ نبحث في أسباب الظاهرة دي جات لي وانتشرت كي ما خلاص هي دخلت بالنسبة لنا. فبكون عندنا ثلاثة رؤوس أساسية اللي هي الدولة أو الحكومة بالنسبة لنا، المجتمع المدني، وحتى القطاع الخاص. فكله لازم يشارك في عملية التوعية، كله لازم يشارك في عملية العلاج. الليلة الدولة كدولة كبيرة ودولة والمؤسسة الحكومة كان لازم يكون في نوع من الإرشاد بصورة كبيرة على مساحات الإعلام، على مساحات المؤسسات الكبيرة، على وما إلى ذلك. بنجي بعد ذاك ننتقل مثلا للجامعات، للمدارس. يعني زي ما قال هو الأستاذة قالت له ما تأخذ المصاصة دي، كان من الأفضل شنو؟ إن المدرسة دي ذاتها تعمل يوم توعوي، يوم توعوي بمخاطر مثلا انتشار المخدرات أو الآيس بالتحديد. يجيبوا فيه كثير من الناس، الإعلاميين، الناس الأكثر فئات والتصاقا بالمجتمع، الأخصائيين الاجتماعيين، ناس علم الاجتماع، ناس علم النفس، كلهم يتكلموا عن الحاجة دي بصورة كبيرة. فبيجي الليلة ولدك يقول لك والله الليلة جابوا لنا ناس ويتكلموا لنا عن مخاطر المخدرات والآيس، وقال لنا ما تعملوا كده وما تشتروا كده. فهنا بكون شنو؟ بيكون حصلت التوعية الإيجابية بالنسبة للمجتمع. النوادي الموجودة زمان، النوادي كانت يعني لها تأثير كبير في المجتمع، الليلة اختفت تماما. يعني كان كل يوم الناس العصر بتلموا في النادي بتاع الحلة بتاع المنطقة، بتداولوا فيه الحاجات المنتشرة. الليلة يزول بيقول لك والله حلتنا دي فيها آيس. طيب نحن نعرف كيف، نحن نوعي كيف؟ الليلة من خلال النادي ده لو موجود، الناس الكبار الموجودين فيه يعملوا حملة بتاع التوعية، الأسر، الأمهات، الحبوبات، كلهم يجوا يحضروا الحاجة دي من خلال الحلة أو الموجودة فيها. بعد ذلك بيبقى شنو؟ نوع من التوعية وانتشار بصورة كبيرة. حتى بتلقى الشخص المدمن ذاته ممكن يجي يحضر ويعرف إنه هو شنو حصل له، نوع من الاستقطاب، حصل له نوع من الإدمان اللي هو أصلاً ممكن يكون ما كان عايز يدمن، لكن ما لقى الطريقة اللي بتوعيه بالصورة الكبيرة. فالإعلام والمجتمع والأسرة لازم يكون عندها دور إيجابي، ما مجرد إن أنا لقيت بوست أقول لي ولدي هسه أنا لقيت البوست ده،
قلت له يا ولدي، قلت له شفتها في حاجات كده كده، يقول لي يعني انا صغير معقول انا ما هعرف؟ لكن الحاجة دي لو جاته من فئات مثلا أعلى، من فئات أكبر، من المدرسة مثلا، عملوا لهم يوم توعوي، شرايط بتاعت فيديو توعوية أما خاطر الإدمان، شكلك بيكون كيف، حتكون عامل كيف، حتتدمر بصورة كبيرة كيف، ممكن يكون لها جاذبيتها بصورة أكتر. عشان كده لازم يحصل طيب تكاتف. دكتورة، أنتوا كاختصاصيين اجتماعيين كيف بتنظروا المجتمع في مثل هذه الحالات؟ يعني لما تحصل حادثة في المجتمع كانتشار مخدرات، لاحظنا في الآونة الأخيرة مجلس السيادة قام بمشروع كبير جدا لمحاربة هذه الظاهرة، وتحدث فيه الفريق البرهان عن المخدرات وتأثيراتها وغيره. يعني الدولة ذاتها ككل بدأت تتعامل مع الموضوع كأمر واقعي وبدأت تتخذ خطوات نحوه. انتوا كاختصاصيين اجتماعيين بتعاينوا للمجتمع كيف؟ لانه خلاص ده دوركم هنا، دي امر واقع. أيوة. بالنسبه لنا زي ما قلت الان تحدثت عنها الدوله بصوره رسميه، معناتها زي ما نقولوا الخطر وقع وحصل، بعد ما نبدا في شنو، في مراحل العلاج. انا اللي لما حاجه اتكلم ما هتكلم بصفتي مثلا القانونيه فقط، لا هتكلم وحشرك معاي كل المجتمع، لان الحاجه دي لما وقعت وقعت على انه وقعت على المجتمع، فلازم يكون في اشراك من كل الفئات الموجودة في المجتمع، المجتمع المدني، القطاع الخاص، يعني لو في مؤتمر صحفي بتكلم عن أو توعية عن مخاطر الآيس، مخاطر المخدرات، لازم يكون مشترك فيها كوادر طبية، أخصائيين اجتماعيين، علماء نفس، علماء اجتماع، قانونيين، اقتصاديين، كل الحاجات دي لازم تكون موجودة عشان نقدر يعني كمجتمع نعرف مدى خطورة هذا الأمر أو الحاجة اللي وقعت على المجتمع، المشاركة بصورة كبيرة من كل الفئات الموجودة في المجتمع، ما تبقى بس مجرد توعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر بوستات مثلا بتترسل، لا، في اللي بيقتنع بالحاجة دي وفي اللي ما بيقتنع بها، ولكن لما تبقى الحاجة أمر واقع بالنسبة لنا فبالتالي كل المجتمع هيبدأ يشارك فيها بصورة صحيحة. طيب دكتورة، خلينا نقسم الآن المجتمع لثلاثة فئات. الفئة التي وقعت في المحظور وبدأت بإدمان المخدرات، الفئة الثانية المعرضة الأكثر خطورة أو بيسموها أنتو ريسك فاكتور، الأكثر خطورة لأنها تتعاطى، الفئة الثالثة في الظل البعيدة واللي ممكن تكون هي نمرة ثلاثة بعد الأكثر خطورة. كيف ممكن انتم كاختصاصيين اجتماعيين وبقيه افراد المجتمع تتعاملوا مع الثلاثه فئات؟ لانه في واحده سلفا دخلت وقعت في المحظور، وفيها اكثر عرضه، وفي فئه بعيده لكن من الممكن تحت اي لحظه تكون الفئه مستهدفه. سؤالك مهم شديد يعني داره حلو خالص بالنسبه للمجتمع، بالنسبه لنا نحن زي ما بقولوا دي يعني دي وجبة دسمة بالنسبة لنا نحن كيف نقدر نربط المجتمع مع بعض البعض. ليه؟ لأن الفئة اللي بتتكلم عنها دي الفئة اللي وقعت في المحظور تصبح بالنسبة لنا وما نسميها الوصمة الاجتماعية، دي المجتمع بيشير لها بيفهموا العادي والتقليدي، ما هم دي فئة المدمنين نحن بعيدين عنهم. دي نتعامل معهم كيف؟ دي بتعامل معهم بعد ده خلاص نحن لازم نتعامل معهم بصورة بتاعت علاج علاجية، بيخشوا المؤسسات والمؤسسات التأهيلية، لازم يتم علاجه، ما يتم استبعاده من المجتمع، لازم يتم علاجه وسحب الحاجات دي منهم والمخدرات دي منهم عشان نقدر تاني ندمجهم في المجتمع ونأهلهم بصورة سليمة للمجتمع. وكيف نقدر نقنع المجتمع بوجوده مرة تانية داخل المجتمع، لأن تبقى دي زي ما قلت لك نصل وصمة، هاي حيتقبلهم كيف، حيتقبلهم بياته نوعية بياته فكرة. ليه؟ لأنه أنا ممكن أخذ لك نفس الشخص ده اللي هو وقع في المحظور كان ممكن يكون أنت أو ابنك أو بنتك، خدت الحاجة دي أو أنت خدت نفسك في هذا المكان كنت حتكون بتتعامل كيف؟ يعني أنت أنا بتقول أنا والله سليم، أنا ما عندي مشكلة، أنا ما واقع في حاجة زي دي ولا أولادي واقعين في حاجة زي دي، خد نفسك في نفس المرحلة، لأن الشخص اللي وقع في الحاجة دي ممكن يكون زول قريب منك في نفس محيطك من نفس مجتمعك. يعني أنت لا المشكلة بقت وين؟ بتلقى في نفس الحلة، بتلقى لك في واحد وثلاث أربع أولاد مدمنين في الحلة، بيحصل شنو؟ اللي بيحصل إن الناس بنسحبوا منهم، ما بحاولوا يحتووهم مع إنهم هم جزء
جزء من المجتمع، جزء من محيطنا، جارنا وجارنا، يعني حاجة قريبة مني. أنا أقوم أنسحب منه أقول له، فبقول له ولدي لا لا ما تتعامل معه، ما عندك به شغلة، ده زول كده كده. فبتبقى شنو هنا؟ التفكك بتاع المجتمع. كان من الأفضل إن المجتمع يحتوي الفئة دي عشان ما تقع في الغلط. طب قول بعد وقعت في الغلط، لازم برضو نحتويها، نحسسها بالأمان داخل المجتمع. أول ما يحس إنه لسه مرغوب في المجتمع هيحاول يخلص نفسه من هذا المخدر، عشان بيحس إنه لسه عنده أهمية في المجتمع. ولكن لما أنا أشعر إن أنا ما عندي أهمية في المجتمع، هبدأ أفكر بشنو ممكن يساعد هو ذاته، هبدأ أفكر بصورة سلبية. إني أنا واحد في الاثنين، يا إما أنتحر، أنا خلاص بقيت زول مرفوض في المجتمع، أو أفكر بصورة أنانية زي ما أنا بقيت ما مرغوب، أجر الناس المعاي، أو بالذات مثلا لقيت فلان الفلاني ده حسيت به وكشة مني أو خاف مني، أقوم أستهدف منه، أستهدف بيته، أستهدف ولده. جميل. عشان أجره لنفس الحاجة. نحن دكتورة للأسف الزمن المخصص المساحة انتهت، ما زال عندنا الكثير من الأسئلة عن الحماية وشكل التوعية المخصص لكل فئة من الفئات الثلاثة، والمضاعفات التي يمكن أن تقع على المرفوضين من قبل المجتمع في المتعاطي المخدرات، والمضاعفات التي يمكن أن تقع على الأشخاص الأكثر خطورة. نحن شاكرين لك جدا، نورتينا وشرفتينا اليوم. الله يسلمك، تسلم كثيرا. طبعا أكيد الكلام عن المخدرات يطول وما ممكن نقاشه أو نتداوله في حلقة بسيطة، ولكن نحتاج مزيد من الوقت. ولكن ممكن أقول حاجة بسيطة، يمكن الحاجة الجوهرية والأساسية اللي أدت للانتشار هو التفكك. لازم المجتمع يرجع تاني زي ما كان، زي المجتمعات الزمان، فيها نوع من الاحتواء، نوع من المصداقية، نوع من الترابط بين الأسر وبين المجتمع وبين الأسر الكبيرة. دي يمكن تؤدي أو تخفف من حدة هذا الانتشار في المجتمع. جميل. شكرا لكم كثير. شكرا دكتورة مناهل، دي كانت مساحتنا الأولى في ظلال الأصيل، حيث الحديث عن انتشار المخدرات وسبل التوعية منها وكيفية احتواء الذين وقعوا في المحظور وحماية الآخرين. دكتور مناهل خلف الله عبد العظيم، رئيس قسم الاجتماع بجامعة النيلين، مساحات ممتدة في ظلال الأصيل. أهلا بالجميع.